Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mana ya karo aku ni Amri Vlog seperti biasa aku harap ngaji maneh muka-muka, konco-konco, gak posen-posen yang aku ngaji dan muka-muka bacaan Al-Quran ini bermanfaat matres won, ngaku konco-konco sing mis nengi dukungan, siang sing, mis nantok videoku muka-muka, konco-konco selalu dibaringin kesehatan diparingi lancar rezeki, lancar segala urusane amin ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط سهداء لله سهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوَّ أَوْ تُعْدِدُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْكَاذِبِينَ ولا الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم اسدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لِيَهْدَهُمْ سبيلا بسر المنافقين فإن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبدعون عندهم الإزد فإن الإزد لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله كفره يكفرون يغفر بها ويستهزأ بها فلا تدعوهم معهم حتى يحوض في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين والكافرين في جهنم جميعا للذين يتربصون بكم فإن كان لكم فدهم من الله قالوا علمناكم ما أكم وإن كان للكافرين نسيب قالوا علمنا نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يهكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرن الله الا قليلا مدي مدبدبين بين ذَلِكَ لا اله لا اله إِلَّا ولا اله ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا "يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين". أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نشيرا إلى الذين تابوا وأصلحوا فاعتصموا بالله وأهلزوا دينهم لله دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو غيرا <applause> أو تعفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان غفورا غفورا قديرا إن الذين يغفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله

مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم منهم أولئك شوف يؤذيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما

ثم اتخذوا الاجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الدور بمساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا Suddadan wa qulna lahum la tadu fi s sabbi wa akhadna minhum min syaqan ghalidun. Shadaqallahu ladim. Alhamdulillah, semoga bacaan Alquran quran iki bermanfaat ya. Terima kasih Kang Koco-koco Swiss nonton videoku. Aja lali -like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap cukup kesehatan Muka-muka kocok-kocok kape selalu diparingi Lancar segini, lancar segala urusane Bye-bye